مساء الخير جميعا الأعزاء، نرحب فيكم في ندوتنا لهذه الليلة. ندوة هذه الليلة بعنوان ماذا يريدون من وعد، يتحدث فيها الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد الأستاذ فؤاد سيادي، فليتفضل مشكور. شكرا أستاذ غسان، مساء الخير جميعا. في البداية اسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من عبر عن تضامنه مع وعد فيما تواجهه اليوم من استهداف، ابتداء من الأعضاء الذين عبروا عن وقفتهم الواحدة ضد ما يحاك ضدهم جميعا وضد بيتهم السياسي الذي أنفقوا من أجل بنائه كل ما يستطيعون من غالي ونفيس طوال الفترة الماضية، وها هم اليوم يجتمعون على كلمة واحدة في مواجهة ما هو قادم من الأيام لمصير جمعية وعد. كما أكرر شكر وعد لكل الأخوة والأصدقاء من داخل البحرين من جمعيات سياسية، وهنا أخص كل من جمعية المنبر التقدمي وجمعية التجمع القومي وجمعية الوحدوي الذين عبروا منذ اللحظات الأولى عن رفضهم لما يحاك ضد وعد من إجراءات تعسفية. والشكر موصولا وبشكل خاص إلى أخوتنا المحامين الذين بادروا بالانضمام إلى هيئة الدفاع عن وعد، ولهم كل الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد مميز في إعداد لائحة الدفاع عن جمعية وعد في قضيتها المرفوعة اليوم أمام المحاكم. ونشكر كل الأصدقاء من محامين وصحفيين وكتاب وممثلي جمعيات وأحزاب سياسية وحقوقية ومنظمات دولية سواء داخل البحرين أو خارجها على وقفتهم التضامنية معنا والمعبرة عن صدق مشاعرهم تجاهنا وتجاه مستقبل العمل السياسي برمته في مملكتنا العزيزة، فلهم منا جميعا كل الحب والشكر والامتنان. والآن ماذا يريدون من وعد؟ وماذا وعد تستطيع أن تقدمه؟ سؤال كبير قد يهم كثرة من الناس والأطراف المجتمعية، وليس النظام وحده الذي لم يكشف لنا حتى الآن عن ماذا يريده. وعندما استخدمنا كلمة يريدون نعني بأن الذين يريدون من وعد هم كثر وليس طرف واحد، كل له أجندته ومبتغاه من الذي يريده من وعد. ومن هنا سنحاول أن نرد على كل هؤلاء من خلال هذا السؤال كل من مبتغاه. نسأل الله أن يوفقنا في الوصول إلى إبلاغ رسالتنا بشيء من التوفيق والنجاح. فمنذ بداية المشروع الإصلاحي كما تعلمون جميعا هب الكثير من رفاق المرحلة المشؤومة مرحلة قانون أمن الدولة، وتجمعوا وتحاوروا وفعلوا على تأسيس أول جمعية سياسية علنية ليس في البحرين فحسب بل في منطقة الخليج برمته، وكانت كالوهج الساطع في سماء الخليج يرسم لمرحلة سياسية جديدة بما بلورته هذه الجمعية من أهداف ومبادئ وتطلعات المستقبل الديمقراطي الذي كانت البحرين تنتظره بكل شغف وتمني للوصول إلى ما وعدنا به في مملكة دستورية تضاهي المملكات الدستورية العريقة. وقد تباهى البعض في حينها بشيء من التطرف، وكان لوعد رأي مختلف تجاهه، لمن أصبح اليوم يريدون لوعد أن يتخلى عن هذه التطلعات بأنه لن يقبل بأقل من النموذج البريطاني لمملكتنا الدستورية، وبأنه يرفض حتى النموذج الأردني لأنه نموذج معوق من المملكات الدستورية. وإذا به اليوم يصبح من الذين لا يتوانون عن اتهامنا بالتطرف والتعصب وعدم الواقعية فيما نختلف عليه مع الحكم حول نصوص دستورية أو قانونية قد شرعه الميثاق والدستور لنا من حق في إبداء الرأي والنقد ضمن مسار دورنا السياسي في تطوير وتعميق مبادئ الإصلاح في المملكة. ولعل ما قام به جلالة الملك من تصديق على بعض التعديلات الدستورية حول القضاء العسكري مؤخرا
وأن كنا نختلف في الرأي حولها، إلا أنه يعبر عن مبدأ الحق لنا ولكل مواطن في نقد الدستور وبالمطالبة بما يراه تطويراً أو تعديلاً له، الأمر الذي يضع حداً لكل من يرفع صوته ضد المعارضة بأنها تتطاول على الدستور والقوانين النافذة عندما يعطي فيه رأي أو نقد باتجاه الإصلاح الحقيقي لمملكتنا العزيزة، فأين هم من ما يريدونه من وعد؟ ثم إن وعد التي تعرفونها اليوم بهذا الاسم هي أول من دفعت بكوادرها ومناصريها وأصدقائها إلى الانخراط والتعامل مع مشروع جلالة الملك في الإصلاح السياسي قبل انطلاقته بكل إيجابية، بل والمساهمة في صياغات مبادئه من خلال لجنة صياغة الميثاق الوطني الذي يعتبر اليوم هو العنوان الحقيقي للمشروع الإصلاحي الذي دشن انطلاقته جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة منذ عام 2000. ولذلك على كل من يعنيهم الرد على سؤالهم بماذا يريدونه من وعد، بأن وعد ليست ابنا شرعيا للمشروع الإصلاحي فقط، بل هي شريكا فعليا في صنعه، وتملك حصة أساسية في ملكيته، وواجبنا الوطني والنضالي يحتم علينا أن نبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليه والعمل على حمايته من أي تراجع فيه أو ارتداد عليه. أما عن تقويضنا وخروجنا عن مسار ثوابتنا الوطنية والعمل السياسي المشروع بما دأبنا عليه من مواقف متطرفة كما يدعون، فأين هم ولماذا انزعجوا من اللحظة الأولى التي اتخذت فيها جمعية وعد قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية في عام 2002 ضمن القرار الجماعي للمعارضة الوطنية آنذاك بما كفله لنا الدستور كحق أصيل في حرية الرأي والتعبير وفي حقنا كمعارضة في العمل على تطوير النظام السياسي بما يحقق الوصول إلى ما يصبو إليه الشعب من مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة؟ وبالمناسبة هذا هو مثبت في نظامنا الأساسي الذي صادقت عليه وزارة العدل في موافقتها لنا على تأسيس الجمعية منذ عام 2006. ولم يترددوا هؤلاء عن اتهامنا من بد أطراف المعارضة الوطنية بالتطرف وبالجمود العقائدي وبأننا مأسورين بالفكر الثوري الذي لا يرى في أسلوب العمل السياسي السلمي ومنه العمل البرلماني طريقاً للتغيير، فقط لأننا رسمنا حقنا الطبيعي أو مارسنا حقنا الطبيعي والدستوري في اتخاذ ما نراه من رأي سياسي قد لا يتناغم مع الرأي الرسمي أو رأي من نختلف معنا، والبعض قد تمادى في غيه تجاهنا بأنه قد حاول تخويف الناس منا وباستحضار ماضي تاريخنا النضالي في عمان والخليج بشكل مشوه ليدلل به على ارتهاننا لأجندات خارجية في إشارة إلى ارتباطنا بمعية بقية أطراف المعارضة الوطنية بإيران، وتناسوا دورنا ومواقفنا من مسألة الاستعمار والتحرير، وأخفوا على أتباعهم بأننا في وعد بما نمثله من امتداد تاريخي، كنا أول من سير المسيرات الاحتجاجية في أكثر من بلد عربي ومن أهمها في الإمارات نفسها ضد احتلال إيران للجزر العربية الإماراتية، ودفعنا ثمن مواقفنا تلك من ضرب واعتقالات وطرد من أنظمة تلك الدول، في حين كان كثرة ممن نسألهم اليوم ماذا يريدون من وعد كانوا وما زالوا يتاجرون فقط بقضية الجزر الإماراتية بالكلام من دون فعل أي شيء سوى اتهامنا وتشويه تاريخنا، ويحاولون تجريدنا من وطنيتنا فقط لأننا لا نتناغم مع رأيهم في بناء الوطن. والأمر من كل ذلك يتناسون بأن وعد بامتدادها النضالي التاريخي هي أول من تجرأ على فعل ما عجزوا وعجزت عنه كل الأنظمة في انتزاع الموقف المباشر من أعلى سلطة في الجمهورية الإيرانية بعروبة البحرين، ومن دون أن تحكمنا أي مآربة مع أحد من انتزاع هذا الحق في الدفاع عن عروبة بلدنا وعن استقلاله وعن رفض التدخلات الخارجية من أي طرف كان في شؤونه الداخلية،
فماذا يريدون حقا من وعد؟ لقد كانوا يعيبون علينا في ممارسة حقنا الدستوري في مقاطعة الانتخابات النيابية عام 2002، وكانوا يتشدقون كذبا بحسرتهم علينا من عدم المشاركة في تلك الانتخابات، وعندما قررنا المشاركة تكالبوا علينا بكل ما يملكون من وسائل من أجل منعنا من الوصول إلى مجلس النواب، فقط خوفا من ارتفاع الصوت عندنا عن ما هو موجود عند غيرنا. وعندما شاركنا للمرة الثانية في تلك الانتخابات عام 2006 انزعجوا كثيرا مرة أخرى عندما رفعنا شعارنا لحملتنا الانتخابية بسنا فساد، ورأيتم ما جرى لمرشحينا وكيف تكالب علينا أهل الشرق وأهل الغرب لمنعنا من الدخول في هذا الحقل الذي يعتبره البعض بأنه الحقل الوحيد لممارسة العمل السياسي، ونحن لا نرى ذلك طبعا. انطلاقا مما نص عليه ميثاق العمل الوطني وما ينص عليه الدستور من حقوق، فقط لأننا رفعنا شعار بسنا فساد الذي حتما أنه أزعج كثرة من الذين على رأسهم بطحة كما يعبر عنه مثلا الشعبي، واليوم يقولون بأنهم يشتركون معنا في محاربة الفساد. بالله عليكم كيف يستكين العقل والفكر والمنطق بأن من يترعرع عوده ويعتاش من وراء ما ينفخر في المجتمع من فساد ومشاكل بأنه يصدق القول بأنه يشترك معنا في محاربة الفساد، وهو وأمثاله أول من حارب وعد واستهجن شعارها آنذاك ليدعي الآن بأنه ضد الفساد، فماذا يريدون من وعد؟ نعم، هذه هي جزء من ما دعبت عليه وعد منذ تأسيسها في ممارسة حقها الدستوري في الحفاظ على ثوابتها الوطنية والسياسية. قد ينزعج البعض منهم فهذا شأنها، ولكنها هي الثوابت والأهداف نفسها التي صاغتها وعد منذ تأسيسها من خلال نظامها الأساسي الذي أقرته لها وزارة العدل منذ عام 2006، والتي على ضوئها انعقدت كل مؤتمراتها الثمانية الماضية، ولم تكن محط اعتراض أو تنبيه واحد من الجانب الرسمي بما صاغته لائحة الاتهام المرفوعة ضد وعد بالمحاكم اليوم عن ما دأبت عليه الجمعية منذ تأسيسها في مخالفة القانون وتقويض الشرعية الدستورية وتقويض سلطة القضاء وإهانته، ناهيك عن كل ما يروجه البعض الموتور في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي من تحريض فاضح لوزارة العدل على معاقبة وعد، وبأي شكل من الأشكال فقط ليشفي غليله عن ما يحمله من كراهية مقيتة ضد وعد، بعيدا عن ما سيصيب مجمل العمل السياسي ومستقبل المشروع الإصلاحي من مضار. للأسف هناك حفنة من الذين نقصدهم بالسؤال ماذا يريدون من وعد، لن يشفي غليلهم بأن يجدوا وعد مرفوعة الرأس وهي تساهم أكثر منهم في بناء مستقبل الوطن، ويجدوها رغم كل ما مارسوه ضدها منذ أحداث 2011 وما تلاها، وحتى اليوم من تحريض وزرع بدار الحقد والكراهية ضد كل من يسعى إلى إعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع، ولعل أول المعنيين عندهم هي وعد التي كانت وما زالت تسعى إلى المساهمة الإيجابية في حل مشكلات الوطن عبر الحوار الجاد من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع وتقوية لحمته الوطنية، ومن أجل تطوير وتقدم المشروع الإصلاحي بما يحقق مصالح الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة في الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية ووقف هدر المال العام ووقف الاستثمار، ولكنهم لا يرون في ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي ينشده الشعب، وتراهم يعمدون بين الفينة والأخرى إلى خلق المشاكل واستمرارها لتستمر البيئة التي يتغذون منها ويعتاشون من تفاقمها. فلن ننتظر من مثل هؤلاء كلمة خير أو سواء، ولن نسمح لهم بأن يجرونا إلى أي مهاترات صبيانية
ولن نتأثر بما يصيغونه لنا من تهم واستفزازات، فعيوننا وقلوبنا متجهة نحو إصلاح وطننا بكل ما نتوافق عليه مع أطراف المجتمع البحريني الذين يضعون مصلحة وسلامة وأمن الوطن والمواطنين من أولويات مهماتهم، سواء في الجانب الشعبي أو الجانب الرسمي. أما أحباؤنا من الأصدقاء الذين لهم الحق في أن يختلفوا معنا في طرق وأساليب قيادة العمل، وحتى في بعض مواقفنا السياسية في مجرى ما يشهده الوطن من تطورات هنا أو هناك، فلهم كل الاحترام والتقدير، ولا نرضى بأن يمسهم من يختلف معهم في الرأي، سواء في الموقف العام أو في كيفية الخروج من ما تتعرض له جمعية وعد من ظرف نتمنى بأن يكون ظرف طارئ، مقدرين لهم كل مساعيهم في التعبير عن حبهم لوعد حتى اختلفنا معهم فيها، فإننا نؤكد في هذا اليوم بأن قلوبنا مفتوحة لهم ولكل من يستطيع أن يساهم معهم في فتح قنوات الحوار والتواصل مع أي من هو معني في اتخاذ القرار حول مصير وعد، للوقوف معهم على حقيقة ما يريدونه من وعد بعيداً عن ما يمس ثوابتها وحقوقها السياسية كمعارضة وطنية وبما سمح لها الميثاق والدستور من حقوق وثوابت. أما الجانب الرسمي سواء كان ممثلاً في وزارة العدل أو غيرها، نتمنى عليهم بأن يحكموا لغة العقل في تعاملهم مع من يختلف معهم في الرؤى وفي البرامج التي من شأنها أن تساهم في بناء مستقبل الوطن، محافظين على كل ما وفره المشروع الإصلاحي لنا جميعاً منذ بداية انطلاقته من ألفة وتسامح في حرية إبداء الرأي وفي الاختلاف الراقي المحب للوطن. أما نحن فلن نغادر فسحة الأمل التي من شأنها أن تزيح كل غمة عن صدر الوطن والمواطنين بمزيد من المساهمة الإيجابية في كل ما يخدم تقدم المشروع الإصلاحي وإرساء أسس الديمقراطية التي بشر بها الميثاق، سواء انتصر صوت العقل في معالجة قضية وعد والسماح لها بمواصلة رسالتها، أو لا سمح الله أن آلت إليها الظروف وتطوراتها إلى تغييب جسمها عن المشهد السياسي القادم، فإننا سنكون أوفياء لما توافقنا عليه منذ 16 عاماً مع الحكم في التبشير والعمل على إرساء أسس الديمقراطية كما هي عليه في أنظمة الممالك الدستورية العريقة، وسنطلب لكل من أساء لنا بأن يرحمه التاريخ وبأن يسامحه الله على كل ما فعل. نحبكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله.